هلا حيا الله دكتور. الله من هنا ولا من يا هنا؟ يا تبي وين اختار انت؟ لا حيث ما تريد. حيا الله دكتور فهد. هلا حبيبي. مرحبا شرفتنا. زين سلم على سلطان قبلنا. سلطان الارض. هلا حبيبي. لونك عساك بخير. جارتنا البركه حبيبي. اموركم. هلا حياك الله. عساك بخير. اموركم. يا هلا وسهلا. شرفتنا. طيبين الله يبارك. هلا حبيبي كيف الحال وشلونك الغالي؟ امورك شلونكم؟ زرتنا البركه. عساكم طيبين. الحمد لله زين. نور ما شاء الله. وش هالجنينه الزينه؟ شفت شلون تو انا اقوله شلون تحس انك بطرابزون بالبوسنه؟ واحنا نقول للشباب كل ما جاء احد قلنا له يا اخوي احس اني بالقصيم. يا سلام يا سلام. صحيح انا احس اني بين المزارع والريف. حياك الله يا غالي. شرفتنا. طيبين امورك زينه. انا اقول فكره لو السطوح هنا الان في ناس يستغلونه. احنا ما عندنا استغلال للسطح. لو سطح نسوي صحيح ينخسر. ترى الذوق بالافكار مو هو بقضيه انه يعني احيانا الواحد يهيئ من المكان. شكرا حبيبي. صحيح الله خير. يعني يهيئ من المكان شيء حلو جلسته. صح. الكثير البيوت ما هي مستغله. عندك احواش كبيره. صحيح. وعندك يا طويل العمر اماكن مساحات شاسعه. أسلام. ولا تجد ان في احد مستغله. الله يعني دائما اذا تجد بيوت يعني احيانا حتى في دول فقيره لكن ترتيبها وتنظيمها حتى قد تكون ما هي بصالحه للزراعه المكان لكن يعني مسوي من البيئه يعني او من اجتهاداتهم الشخصيه مكان جميل وجلسه راقيه. صح. جدا هذا شيء جيد. على كلامك واحد يقول حنا فعل بيوتنا نتكلف تكليف يعني تكليف. يقول واحد كان سواله مزرعة كان غير عربي هو. ها يقول سواله كوخ صغير. يقول تصدق الكوخ الصغير دخلته فيه مسبح. ها ايوه وفيها اشجار يعني زي كذا لمسات. يقول نطلع بعدين نجلس عنده. يقول نطلع من بيوتنا نجلس عنده. فلذلك كلامك اخوي فهد صحيح. الذوق واللمسات احيانا الواحد يدفع اكثر مبلغ لكن ما عنده لمسات. ايوه لكن هذا شيء ما في ذوق فن. في احيانا في احيانا اشياء مرتبطه بفن التصميم فن الديكور الاشياء ذي اللي صار واحد متخصص. صحيح واحد يتكلف ويبني ويسوي وكذا. اذكر حكيت قبل يومين عن الاضاءه. فن الاضاءه ذا فن لو يستغل وكثير من الناس لو يسويه ببيته ويسوي كذا يوفر مال وشكل ابداعي مميز. عندك طول العمر مثلا في اللبس انت تجد ناس كثير مثلا اذا سافر بالذات خارج المملكه واضطر انه يلبس لبس فرنجي تجد البعض يشتري لبس مثلا بالالاف. صح صح. لكن ما في ذوق. يا سلام. وتجد شخص يشتري لبس يعني بمبلغ زهيد لكن الذوق. صح. صحيح. والجو حتى يعني هذا بعد ترى موجود حتى موجود في الاوساط النسائيه اكثر طبعا. صح. لان تجد الذوق من عدم يتوقعون ان الناس ان اللبس الجميل هو بالسعر الباهظ الثمن يعني ياخذوا على سعره ياخذوا على السعر. لكن وهي مثل ما يقال يعني صنعوها التجار الماركات يضحكوا بها الفقراء. صدقوها هذه عبارة الفقراء قالها. هذه كلمتين امثله يعني مثل هذه الماركه اللي هو اخترعها التجار وصدقها الفقراء. ترى نفس فكرة صاحب الشغلتين بطال. ترى قالوها النشطة واللي يشتغلون صدقوها الكسالى. صح صح. ولك ما صحيح. الأمثلة بعض الناس يمشي بالمثال على أنه حديث أو قرآن. صح يأخذ منه باب يجيك منه ريح سدو سريع من الأمثلة. صح صح وخاطئ. كلامك صحيح أخو فهد. اللي هو الذوق وستايل الشخص. يعني أحيانا ممكن لبس يصل على فلان أو الوان تصل على فلان. صح. ما تركب علي أنا مثلا. صحيح. تركب على فلان ولا تركب على فلان. ولذلك بعضهم تلقاه وتقل فنيه. تلقى بعضهم تقل فنيه. لا لا هو ابتدائي. الذوق بكل شيء يعني بكل شيء موجود. ما اللمسات الجميله في كل شيء في البيت. صحيح. في اللبس. صحيح. في السياره في يعني في ناس مثلا تلقاه حتى في ابسط الاشياء. صح. قد تكون جميله يسيء لها هو بذوقه وهي فعلا. جميله بس يعني في بعض الامور اتركها كما هي وهذا هو جمالها فعلا. ابو نايف الان لو تناظر بعض الشباب تلقاه يملك سياره قيمته ما تجاوز 7000 شيء. شفته اكيد يعني. لكنها جميله. لا بس مسويه يعني بالاناره حاطين استيكر وحاطين حدود فتشبه سياره 300 400 الف شيء. وابد سعره ما يتجاوز 10000 ريال. الشيء الثاني اللي هو الموضوع اللي قلته قبل شوي اللي هو موضوع الاشجار بالبيوت. الله. وش الاشكاليه اللي الناس يعني تهرب عنه اللي هو مشكله الماء ومشكله طيب مشكلتها
الأوراق اللي تطيح ساقط يعني تكسب الخريف. الآن والدليل الناس طاحت بالإنجيلها. أيوة هذا هو جاء البدائل الآن. فجاءت بالبدائل هذه لا أوراق دبلش بلقص ولا ما تلاحق وتبدأ يوميا. صح أذكر أذكر واحد من الشباب يعني شو اسمه يعني ما أبطم تزوج وكذا وها بس قاعد يسولف عن بعض الأمور. هتوم تزوج نو فنو ذا شفته يعني هو سامر شوي هو راعي رياضة وراعي كذا وها فقلت له ما شاء الله عليك يعني هلا توصل ما أنت من الجريش كل يوم تمرين وما أدري إيش وكذا ما هم نكلجة لا جريش ما ليبنا نلحم. قال هو بصراحة أنا يقول ما شاء الله يعني هو تزوج واحدة يقول عنده فن بالتقديم السفرة اللي قدمتها مسوية يعني مثلا بالبخيار ومسوية فيه طريقة معينة الرز مكفي أو كذا فيه يقول له شفتها الصينية شوية شوية لكن بس يقول فيه تكتيك خليك تاكل خمس كيلو خنقل عبرة أيوة فيقول صراحة الشكل يخلينا أنجذب أنا الليلة أحس أني مهندس زراعي ولا شو اسمه مصور ولا شو السالفة دخلتونا في لا ونايف وكليجة وعلوم الجامعة قبل شيء صاحب صنعتين هذا وش يقول هذه غير صحيحة ولذلك شو اللي بديت بالموضوع ذا عشان نتكلم على جميع المواضيع لا هي نفسها الذوق بالفن أنا بنرجع للإنشاد وبنرجع للفن نفسه أحيانا ونايف تلقى مثلا القصيدة جميلة يخرب اللحن صحيح صح صحيح. احيانا القصيده غير جميله واللحن جميل اللحن جمل الاداء كلمات تخرب اللحن واحيانا الاداء مثل منشد مثل انت اخوي فهد غني عن التعريف الغني الله سبحانه وتعالى ممكن اعطيك قصيده تنشدها انت تعطيها جوه وشهادتي بك مجروحه الله يسعدك لكن ممكن اعطيه واحد ثاني ها تلقاه جاب العيد طيب يعني اداه اداه خطا لحن مخرج الحروف بعد ولذلك صحيح. والله حدث قصيده كانت موجوده انا سمعتها وعارف الشاعر اللي يعني اعطاه فلان قصيده صراحه جميله وبه به به يعني ذوق به فن جو اسمعه قلت له فلان انشده سين من الناس مخارج الحروف للقصيده ذي غلط يعني احس ان حتى انك تسمع البيت تحس انه مكسور مخرج قال يا ما توقعت انه ينشد بالطريقه هذه انا معطيها انه ينشد بها ان قصيده معروفه فاحيانا تلقى الشاعر احيانا المنشد هو اللي يرفع القصيده صح وهو ينزل القصيده صحيح اختيار فهد مطر ما شاء الله اسم ثقيل الله يسعدك ونخبوي ما شاء الله اعمالك وصراحه لاقيه فهد مطر يعني صراحه استثنائي ما شاء الله عليه الله يعافيك لا بالذكر ولا بالافعال ولا بالاداء ولا بالمجال بشكل عام طبعا فهد مطر هو الدكتور فهد مطر الله يسعدك الله يوفقنا وياك الله يعافيك ما شاء الله يعني اتوقع ان يمكن المنشد الوحيد او اول منشد يحصل على الدكتوراه يعني زي ما سمعت الله يعافيك والله حسب علمي وما يذكر ممكن في السعوديه ممكن في الخليج ما شاء الله بس هذه العرب والله ما ادري ما شاء الله لكن هالشيء هذا يعني ك يعني يؤكد ماذا يعني ممكن تعرفنا على فهد مطر يعني نشأته وبدايته وبعدين نرجع لموضوع الدكتوراه والله طبعا أنا نشأت في ربما ولدت في قرية القرية هذه أسسها الوالد الله يطول في عمره ما شاء الله في ضواحي القصيم تقريبا قريب بين الرس جاية في الزاوية بين الرس يعني نفود العريقي يسمونها نعم يعني الأماكن الجهة ذيك اسمها مشرفة بين الرس هذه لا بين الرس والضرية مسكة الصمعورية غرب هذه هي مسقط الرس وسماها الوالد مشرفة سماها الوالد مشرفة لأنها هي تعتبر ديرة ذيك مرتفعة فسميت جميل مشرفة لازالت موجود يعني كانت في نعم موجودة سكان قصدي بازدياد اي لازال السكان موجودين وهي طبعا أخذها الوالد وأسسها وجو عمامي فيها وعيال عمي وكذا ما شاء الله فأسست يعني أسسها الوالد الله يحفظه ثم طبعا نشأت فيها نشأ يعني الطفولة وكان الوالد في وقتها أمير في 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 الشمال تعرف الوالد حتى كان عنده طموح يعني عالي جدا فما كان يعني وقدر الله أنه توظف في الشمال وقدر ثم وضع في الشمال وجلس تقريبا حوالي 27 سنة ما
ما شاء الله. كثير من الناس يقول انت شكلك شمالي اذا شايف اللهجه. انا ما بقصمية بحته. اي بس عاد لا انا جينا احنا ترى جينا صغار رجعنا للقصيم ثاني مره. طبعا نشات في القصيم، درسنا في مدارس، مدرسه قريه اسمها نجد، مع ان مشرفه كانت ربما اكثر الطلاب كانوا من مشرفه، لكن بساطه الناس وتعاون الناس مع القرى الاخرى وكلهم يقربون لبعض، فما حبوا يقطعون مصالح بعض وطيبه الناس يعني بنفس المنطقه الرجوع العوده. اي فجاء طبعا الوالد كان يخطط انه ينتقل للديره في ذيك الفتره، مله كتب وجاء، وكان اخوه اللي اكبر منه فقال تراك انت امير الديره، امير غزاي الله يرحمه. المهم درستنا في نجخ تقريبا الى لين رابع ابتدائي، قريه اسمها نجخ. حتى اذكر موقف. ايوه نفس المدرسه. ها الموقف هذا طبعا في طبعا كانوا في تعرف في ناس اكبر منك ما درسوا صح، والتعليم ذاك الوقت الناس خاصه في الاعمار متفاوته. اي والاعمار متفاوته. ف الواحد في واحد من الربع كان اكبر منا بسنين فترك الدراسه في رابع ابتدائي، فيوم ترك الدراسة طبعا هو قدوتنا هذا، هذا أكبر واحد العمدة احنا أنا بثاني ابتدائي. فجيت للوالدة قلت والله أنا بترك الدراسة. ليش؟ لأن هذا ترك إيه للعمدة. قالت ليش؟ شو السالفة؟ يعني توقعت يعني المدرسة شيء في مشكلة. قلت لا والله فلان ترك الدراسة. القدوة. قالت لي خلاص أنت بس فلان وصل رابعة، أنت أوصل رابعة وصير خير. هذا رد الوالدة؟ ايه يعني تحاول انها قبلة على راسه. أيوة. والله ذكية. المهم الرجل عنيدة انتم الان مع طالب عنيدة الحين. طريقة ذكية الوالدة. فانا ما اقتنعت بترك الدراسة. قومت الصبح ذي من النوم فرصة جدا. ايوه لا وانا كان الوالد ماخذني والله كان اسافر معه لاني كنت اول اولاده. فكان اسافر معه وانا ما اذكر اول فياخذني معاه للشمال يعني اذكر ان حتى اذكر في ذيك الفتره كانت الظروف ما هي مثل الظروف انا عاد حسيت ان عمري 60 سنه. لا كانت الناس ما كان في فنادق يعني على الطرق كانت الناس يعني تعرف بعضها. كانوا في حريم يسالوني يقولون وين امك؟ يحسبون يعني ان امي متوفيه او يتيم. فقلت لامي انه عاد الوالده قلت انا والله ماني بدارس. جاء من بكره الصبح صحتني يلا المدرسه والله سحبت على الباب و تمشى. لا ما هو تمشى رح تركض بيروح البيت عمي ولا اروح له. فلحقتني ما قدرت تلحقني فاخذت لها حصاه اقرب حصاه. صغير ما ينسى. اي وحذفتني مضروب بعد حذفتني في الحصاه مره مدبر غير مقبل. اي فسبحان الله الطفل لما شاف الدم وين يروح؟ رجع لامه يرجع لامه سبحان الله. فالله يحفظها جت ورجعتني للبيت. شوف يعني سبحان الله هذه الامور يعني ما فيها شوف في فرق بين الحين حتى المعلمين الان ليش منع الضرب؟ لان الضرب اخذ وسيله لاحيانا المعلم لحقد المعلم على الطالب لكن لا لو كان لمصلحه الطالب حتى الطالب ترى ما يزعل ما يتأثر. لكن انا صراحه يعني الوالده موجوده الان. اي نعم الله يحفظها. امين يا رب. الله يا اخي فكرتها انا الافكار هذه انا اعجبها صراحه اللي ما يصادم يعني فكرته انها قالت له بما ان القدوه ترك بالرابعه ها انت لما وصلت الرابعه هو بالحاله هذه لما لا استمر الفتره ذي اكيد انه بيستمر بدراسته. فهي بعض الرحمه على فكره انت قلت كلمه اللي هو احيانا الرحمه مضره. الرحمه ضرر في رحمه في رحمه يعني لو رحمك لا مثلا ما خلك تروح لا رحمه الطفل اللي ما يعرف مصلحه نفسه صح هذه هي فمن الشده احيانا هي الرحمه شده لكنها رحمه صح. فقالت رجعت اخذت نظفت الجرح اخذت مسمار طبعا ملابسي كلها دم وحالتي حاله فحطت لي مسمار على الجرح والله اني اذكر حرارتي هنا انا ثاني ابتدائي يا اخي سبحان الله فجت واخذت لها اللي هو قماش وقطعته ولفته على راسي فوين ودتني؟ مدرسة. طبعا الوالده كان معها سياره في الديره سوق عادي راحت ودتني المدرسه ترى اذكر المدير قال لها يا ام فهد هذا الدم وكذا وانه مشكله قالت لا خليه يدرس خليه يتعلم. وداومت وانا مع الطلاب طلعت صار درس يعني في الحياه ربما من اسباب النجاح انك صح. في كانت هذه يا اخي طبعا تخيل لو انه في الوقت هذه قالوا هذا عنف اسري حقوق الانسان لكن شوف سبحان الله تذكرك الايه
أنت هربت من أمك إلى أمك، صح؟ صح. ذكرك قال الله تعالى.